الدكتور رزوان الوز وزير التربية وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي يتفقدان سير العملية الامتحانية في عدد من المراكز. عجلة العلم والمعرفة لم تتوقف في سوريا رغم الصعاب، هذا ما تجسده إرادة نحو 270 ألف طالب وطالبة توجهوا إلى قاعات امتحانات شهادة التعليم الأساسية في جميع المحافظات، موزعين على 2200 مركز امتحاني في ختام موسم دراسي. وتعبيراً عن الاهتمام بمسيرة العلم، تفقد الدكتور هزوان الوز وزير التربية وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي سير العملية الامتحانية في عدد من المراكز بدمشق. التربية قضية مجتمعية، الجميع يشارك، إذ إن إقلاع العام الدراسي واستمراره والآن تتويج العام الدراسي بالعملية الامتحانية هو جهود مشتركة، ليست جهود وزارة التربية فقط، يعني والجميع يشارك. لذا هناك أيضا نريد أن نرسل رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب السوري مصر على الحياة ومصر على العلم والمعرفة، وهؤلاء الأطفال يعني هم مصرين على العلم والمعرفة، وخاصة للأسف أن أعداء الوطن هم من الجاهلين والجهلة الذين استهدفوا القطاع التربوي والبنية التحتية للقطاع التربوي. حقيقة معركة العلم معركة كبيرة وقوية، واللي شفناها اليوم من خلال هذه الجولة اللي قمنا فيها برفقة رفيقي وزير التربية للإعلان عن بدء العملية الامتحانية على امتداد ساحة الوطن، وما سمعناه من أبنائنا الطلبة ورفاقنا في القاعات الدرسية أثناء عملية الامتحان إلا ما هو تأكيد أكيد على أن سوريا قوية. بدورهم أكد الطلاب أن الأسئلة كانت شاملة وتعبر عن مدى ما حصلوا عليه من معلومات خلال العام الدراسي، مشددين على عزمهم على بناء الوطن من خلال العلم. يعني المدرس بيواجه صعوبة شوي صغيرة فيهم يعني منهم سهلين ومنهم صعبين، بس اللي دارس إن شاء الله بجيب علامة تامة. الأسئلة كثير سهلة وجاوبت عليهم، يعني مو كلهم بس في منهم حاس حالي مخربط فيهم شوي. ايه طبعا الأسئلة الدارسة بجاوبها فورا، كثير سهلة الأسئلة، إن شاء الله علامة تامة اليوم. الأسئلة سهلة واللي دارس بيحسن جاوب عليهم بسهولة، بس بدها شوية تركيز. رسالة من طلاب سوريا للعالم أجمع أنهم رغم الظروف الصعبة لم ولن تثنيهم عن متابعة تحصيلهم العلمي الذي سيتوج بنتيجة بناء وطن عماده العلم والمعرفة. الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق تكرم عددا من الممرضات المتميزات بمناسبة يوم التمريض العالمي. بمناسبة يوم التمريض العالمي، كرمت الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق عددا من الممرضات المتميزات تقديرا للجهود والالتزام بالعمل والدور الذي قمنا به في استمرار خدمات المشفى رغم كل التحديات. احنا اليوم بمشفى الباسل عم نحتفل بعيد التمريض العالمي، إضافة لتحقيق مشفى الباسل نظام الجودة، وهذا النظام اللي بيتم تحقيقه الايزو 9001 بيعطي إيجابية كتير كبيرة إنه مشافينا تعمل ضمن نظام معين جودة عالية، هذا بيكرس آلية العمل، وخصوصا نحن بحرب شرسة موجودة على سوريا، ومع ذلك نستطيع أن نحقق الكثير من خلال أطبائنا وتمريضنا اللي هنا لهم الثناء والفخر بآلية عملهم. اليوم كان يوم التمريض العالمي، حبينا كإدارة مشفى الباسل توجيه الشكر لكل ممرضة عانت حقيقة واستمرت معنا بالعمل لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى بمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب. العمل الطبي متميز دائما بهالمؤسسة بأعداد كبيرة وبنوعية ممتازة، وهذا الجزء الأساسي في العمل تبعنا، العمل الطبي هو الخاص بالتمريض، والتمريض قاموا بعمل جبار من خلال الجودة اللي حكينا عنها اليوم بهالفريق الجودة اللي سكلوه بحصولنا على شهادة الآيزو بنهاية عام 2016. فكانت كلمة شكر لكل أخت شهيد، لكل أم شهيد، لكل عنا عنا عنا، ورغم كل هالآلام ورغم كل
عفوا منك، السواد اللي موجود استمرت الممرضة بعملها وتقديم خدمة، وهذا إلها مني كل الشكر كمدير وإلها مني كل الشكر كإدارة. اسمي يعني وباسم كل الممرضات لما بنجي على أمام هذا الصرح العظيم أنه نشعر بالفخر، لما بشكل أقل يعني لما بدخل على شعبتي بشعر كأني ملكة على العرش، ولما بدخل على غرفة المريض على الأخص بحس حالي يعني كمهرج، فبس مشان أرسم له ابتسامي. نحن عم نقدم واجبنا، وأنا أختي شهيدة الله يرحم بس كانت ممرضة وكانت بعمل. الحمد لله إنه بلدنا لسه بخير، وإن شاء الله بمحبة شعبنا لبعضه رح ترجع سوريا أقوى مكانة. وبأنه تذكرونا بهذا اليوم أنا بهدي هالشهادة التكريم لكل رفقاتي تمريض. بعيد كل ممرضة بهاي المناسبة وبرحم على الشهداء كلياتهم، وأنا أم لأب المفقود كمان يعني الله يرحم الشهداء كلياتهم ويعافي الجرحى إلهي. وكل عام كل عام كل ممرضة بألف خير. يعمل في مشفى الباسل نحو 300 ممرضة وممرض يحتفلون مع زملائهم في 12 من أيار من كل عام باليوم العالمي للتمريض، الهادف إلى تسليط الضوء على المهنة الإنسانية وضرورة دعمها من خلال توفير تعليم جيد للممرضات ومهارات تساعدهن على ممارسة عملهن بشكل أفضل والمساهمة في تحسين مستوى الرعاية الصحية. جولة ميدانية لمحافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي للريف ومدير التربية وقائد شرطة المحافظة على بعض المراكز الامتحانية في بلدة جديدة عرطوز. في سوريا عجلة العلم لا يمكن أن تتوقف بل تستمر رغم الصعاب، فمع بدء امتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية جال محافظ ريف دمشق وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث ومدير التربية وقائد شرطة محافظة الريف على بعض المراكز الامتحانية في بلدة جديدة عرطوز. عندنا بمحافظة ريف دمشق عندنا 344 مركز، عندنا 44,230 طالب وطالبة. اليوم نحن بهذه الجولة سنطلع على واقع الامتحانات وواقع الأسئلة وكيف تسري الامتحانات داخلية وعبر خطة محكمة بتأمين العملية الأمنية لتسهيل وصول الأسئلة من المراكز الامتحانية في ركن الدين إلى كافة المدارس في محافظة ريف دمشق. وقد بدأت دوريات الشرطة منذ صباح هذا اليوم الساعة 5 صباحا بترفيق الأسئلة مع موظفي التربية إلى كافة المراكز. اليوم الأول من امتحان شهادة التعليم الأساسي، حيث يتقدم أبنائنا الطلبي لامتحاناتهم بشكل طبيعي وهادئ، وتم التوجيه خلال الاجتماعات وتوجيه طبعا السيد الوزير والسيد المحافظ لتأمين أجواء هادئة ودعم نفسي لأبنائنا الطلاب على مقاعد الدراسي. بعد ما يقارب 7 سنوات من الأزمة السورية، جيل جديد يخطو تجاه المستقبل بثقة متسلحين بالعلم وكلهم أمل أنهم وحدهم من يصنعون الغد. محافظ اللاذقية وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة يقومون بجولة تفقدية لامتحانات شهادة التعليم الأساسية شملت عددا من مدارس المحافظة. قام محافظ اللاذقية إبراهيم السالم صباح اليوم يرافقه أمين فرع الحزب دكتور محمد شريتح بجولة تفقدية لامتحانات شهادة التعليم الأساسي شملت عددا من مدارس المحافظة. المحافظ أفاد أنه منذ الصباح الباكر انطلقت العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في محافظة اللاذقية، حيث تم في الساعة 5 صباحا إرسال الأسئلة مع المراقبين إلى المراكز الامتحانية في الريف البعيد ومن ثم المراكز القريبة، وكل الآليات والمراقبين وصلوا في الموعد المحدد. وأضاف بأنه يتقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي لهذا العام حوالي 23,000 طالب، إضافة إلى مركز للإعدادية الشرعية يحتوي 62 طالبا. امتحان حوالي 23,207 طلاب هذا العام، إضافة إلى مركز للثانوية الشرعية 62 إعدادية الشرعية 62 طالب، وأيضا مركز صحي للطلاب
ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن من الصباح الباكر اطمأننا إلى الوضع الأمني أيضا للامتحانات وإلى وصول الطلاب بالوقت المناسب. العملية الامتحانية في اللاذقية تسير وفق ضوابط معينة والجهات المختصة تقوم بواجبها على أكمل وجه من تأمين الراحة وتأمين الأمان لجميع المراكز الامتحانية. العملية الامتحانية سارت بهدوء دون أي تعكير لصفوها، والمكلفون بالعمل يؤدون مهامهم على أكمل وجه وسط أجواء أمنية هادئة ومطمئنة بالتزامن مع وصول الطلبة إلى المراكز في الوقت المناسب. والعملية الامتحانية في اللاذقية تسير وفق الضوابط اللازمة، والجهات المختصة تقوم بواجباتها على أكمل وجه مع تأمين عوامل الراحة والأمان في جميع المراكز الامتحانية. بدوره قال أمين فرع الحزب اللاذقية الدكتور محمد شريطح إن المسيرة التربوية مستمرة في سوريا، وفي اللاذقية اليوم تكلل العملية التربوية باستحقاق امتحاني ناجح، وهو دليل على أن الوطن يسير قدما نحو الانتصار الذي سيصنعه الأبناء المتفوقون جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري. في اللاذقية اليوم تكللت هذه العملية أو العملية التربوية بالاستحقاق الامتحاني وبشكل رائع جدا، وهذا مؤشر ودليل أن سوريا ليست فقط تتعافى إنما هي تسير نحو النصر الكبير. من جهته قال مدير التربية باللاذقية عبد الحنان صبيح أن الجولة شملت عددا من مدارس المدينة، حيث تقدم 44 طالبا من الفوعة وكفرية إلى الامتحانات باللاذقية. قمنا اليوم بجولة على عدة مدارس ورأينا الابتسامة مرسومة على وجه أبنائنا وهم يضعون أرجلهم على أول لبنة في مستقبلهم. وطبعا انطلاقة العملية الامتحانية اليوم هي مؤشر ودليل على الاستقرار إن شاء الله الذي نصب إليه. العملية الامتحانية تسير بشكل جيد، ورأينا من خلال المتابعة إن شاء الله الأمور جيدة. والله كنا متوقعين أن يكون توتر كبير والأسئلة صعبة، بس الحمد لله راح توتر وكانت الأسئلة كتير سهلة، وإن شاء الله نتوقع النجاح. والله متوترين شوي وهيك، بس الحمد لله تحضيرنا ممتاز، فيعني عم نقدم منيح إن شاء الله. ملامح الارتياح واضحة على وجوه الطلاب الذين يضعون أقدامهم على أول درجة في سلم المستقبل وبناء سوريا من جديد. لقاء رسمي مع مدراء مراكز خدمة المواطنين في محافظة اللاذقية لمناقشة القضايا التي تساهم في تبسيط الإجراءات في مركز خدمة المواطن. محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم يلتقي مدراء مراكز خدمة المواطنين في المحافظة لمناقشة القضايا التي تساهم في تبسيط الإجراءات في مركز خدمة المواطن ومناقشة مواضيع أساسية تهم المواطن. تم إدخال بعض الأمور الخدمية الأخرى اللي يمكن تخدم المواطنين بالمرحلة القادمة، اللي هي كيفية تسهيل المعاملات، كيفية تبسيط الإجراءات، كيفية الخدمات الأخرى اللي ممكن يقدمها للمواطن. من خلال الطرح كان عندنا طرح، أكثر الطرح كان مطروح كيفية التغلب على الأعباء الورقية وكيف تسهيل الأمور الإلكترونية بالنسبة للمواطن من ناحية المصدقات اللي يمكن نستخدمها، من ناحية الطلبات الخدمية، كيفية إزالة الطوابع الورقية، التعامل معها بالنسبة للمواطن. تركيزنا بالتنسيق مع فريق تبسيط الإجراءات على ضبط جودة الخدمة بالمرحلة الأولى، وبالتالي حاولنا نكون سريعين وليس متسرعين. ففي مجموعة من الخدمات، حزمة خدمات نزلنا وبلشنا فيها، حاولنا نضبط جودتها بعدين ننتقل على المرحلة الثانية اللي هلأ نحن بصدد. هلأ المرحلة الثانية نزلت خدمات جديدة عنا، يعني خدمة التصديق القنصلي نزلت جديدة بالمركز. في خدمات تانية بالفترة الماضية تمت إضافتها بالتنسيق مع فريق تبسيط الإجراءات، وهي بالنسبة لخدمات التراخيص الإدارية اللي هي منح تعديل تجديد، انضافت لإلى خدمة فض الشمع، بالإضافة لخدمة شكوى ضرر صحي نزلت بالمركز. هي خدمات متعلقة بمجلس المدينة وتحديدا بمديرية المهن والشؤون الصحية. خلال اللقاء تم طرح بعض المشاكل والعراقيل لمعالجتها خلال الفترة القادمة، إضافة لمناقشة تسهيل الإجراءات للتغلب على الأعباء
بمشاركة ما يقارب 1000 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات السورية. تنطلق مسابقات رواد الطلائع المركزية على مستوى القطر في مختلف الاختصاصات. بمشاركة ما يقارب 1000 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات السورية، انطلقت في محافظة طرطوس مسابقة رواد الطلائع المركزية على مستوى القطر في مختلف الاختصاصات: رياضيات وفيزياء وكهرباء والإلكترون ومعلوماتية وإعلامي صغير وموسيقى وفنون وثقافة ولغات ورياضة. أكيد طرطوس التي تنعم بالأمن والأمان، هم أهلها أيضا استقبلوا أبنائنا من كل المحافظات واستضافوهم أيضا في بيوتهم، وهذه ليست المرة الأولى لأبناء طرطوس الكرماء والطيبون. أكيد لأننا أبناء حياة، لأن طرطوس تعشق الحياة وإرادة الحياة، هي تقاتل في كل الميادين، سواء أبناء عجبهات الحرب وميادين القتال أو في الداخل من خلال العمل المجد والمثابر. تعالى بكل بساطة تأخذ عدة مناحي. المنحة الأول أن سوريا بخير، سوريا عاد لها الأمن والأمان والاستقرار، نعيش أجواءنا الطبيعية، نعيد إعمار الوطن ابتداء من الأطفال، إعادة إعمار البشر ربما تكون أهم من إعادة إعمار الحجر. هي فرصة للتنافس بين أبنائنا جميعا في كافة الاختصاصات، أكثر من 49 اختصاص. هؤلاء أبنائنا على مستوى القطر العربي السوري عم بيعملوا مسابقة رواد، وأيضا تم استضافة في بيوتات طرطوس التي قدمت آلاف الشهداء أيضا في الوقت ذاته، تحتضن أبناء الوطن وتستضيفهم وتجري لهم مسابقات الرواد لتنمية مواهبهم، لأن هؤلاء الأبناء هم عدة مستقبلنا. المحافظة قدمت للعام الثاني على التوالي التسهيلات اللازمة لإقامة هذا النشاط المتميز الذي يلتقي من خلاله أطفال سوريا ويقدمون ما لديهم من إبداعات ومهارات في مختلف المجالات، وهي رسالة السوريين للعالم في مواجهة الإرهاب بأنهم مستمرون في مواجهة القتل والدمار والتخريب بالعلم والتميز والنشاط الهادف. اسمي حلا عيسى، رائدة بمجال العزف على الأورك، اجيت من محافظة دمشق. بحب لما أكبر أني أصير عازفة، شارك بفرق غنائية وأعزف، وإن شاء الله بحقق الحلم. أنا من محافظة طرطوس، شاركت لأنه أخذت أول على القطر، فحبيت أنه يعني طلعوا قرار في بطولة الجمهورية، حبيت شارك باسم محافظتي. أنا من محافظة حمص، اليوم جاي أقدم فحص للرواد وإن شاء الله منفوز بنجاح. أنا من سلمية من محافظة حما، الأسئلة كتير سهلة، طبعا أنا جاي قدم امتحان على مستوى القطر بالعلوم. عم بلعب كرة طاولة وبشارك لحتى أصير كبيرة وموهوبة فيها. أنا جاي من محافظة ريف دمشق من جرمانة، الأسئلة كتير سهلة وأنه لمجالنا ونحن حتى بنستفيد منها لنكبر، وأنا حابة أكون صحفية إعلامية. أنا من محافظة أدلب وجاي شارك بالغناء بالمهرجان مسابقات الرواد، وإن شاء الله بتمنى أنه فوز أنا وكل رفقاتي. يا ابني بلادك قلبك أعطيها وغير فكرك ما بيغنيها. الأهمية الكبيرة لهذه المسابقات تعود في خلقها حالة من التواصل الاجتماعي والإنساني من خلال استضافة أبناء محافظة طرطوس في منازلهم الأطفال القادمين من بقية المحافظات للسنة الثانية على التوالي لمدة يومين متتاليين، وهو تأكيد أن طرطوس أم الشهداء، مدينة العلم والتفوق، مستمرة في العمل والبناء والمقاومة حتى تحقيق النصر على الإرهاب. جولة ميدانية على مراكز الامتحانات في الكوم وجبة ومدينة البعث في القنيطرة. تفقد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر سير العمليات الامتحانية من خلال جولة على مراكز الامتحانات في الكوم وجبة ومدينة البعث. قامت مديرية التربية بتأميم وتجهيز هذه المراكز بكل مستلزماتها من الإنارة والمقاعد والهواتف وكل ما يستلزم، وتأمين الحماية الأمنية لهذه المراكز، كل محبة للجيش العربي السوري الذي يؤمن لنا الجو الآمن ولأبنائنا تقديم امتحاناتهم، مع تمنياتنا لأبنائنا بالنجاح والتفوق. انطلقت امتحاناتنا في القنيطرة هذا الصباح ب 8444
تلميذا لشهادة التعليم الأساسي بين الشهادة الحرة والنظاميين، بتواصلي مع فريق العمل المتواجد في جميع المراكز وفي دائرة الامتحانات أبلغوني بأن المراكز جميعا تسير بشكل جيد، وقد وزعت الأسئلة والطلاب كلهم في مكانه المخصص. رافق المحافظ قائد الشرطة العميد جاسم عبد الله ومدير التربية فوزات الصالح، وشدد المحافظ على ضرورة التقيد بالتعليمات الامتحانية وتأمين الأجواء المريحة للطلاب. تم إجراء كل الترتيبات المهنية والفنية لإعداد الطلاب، ومن الناحية الأمنية تم إعداد الترتيبات الأمنية من خلال اللجنة الأمنية بالتعاون خاصة مع رفاقنا في قوى الأمن الداخلي، حيث تم الترتيب لكل المراكز وتم الإشراف على الأقل حد أدنى ضابط من قوى الأمن الداخلي يشرف على موضوع الناحية الأمنية في مدارسنا. من الناحية الفنية تم إعداد المراكز بشكل مناسب وتقني لمصالح أبنائنا الطلبة. من أرض محافظة القنيطرة الصامدة بوجه الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية المسلحة، نؤكد بأن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها الأساسية والحفاظ على أمن المواطن والوطن والقيام بالمهام الأساسية المناطة بوزارة الداخلية، ومنها الحراسة والحماية على مراكز الامتحانات لتأمين حسن سير العملية الامتحانية ونجاحها. وبلغ عدد الذين تقدموا للامتحانات في المحافظة 8444 طالبا وطالبة. امتحانات شهادة التعليم الأساسي تنطلق في حمص، وعدد المتقدمين يصل إلى نحو 27 ألف طالب وطالبة توزعوا على 234 مركزاً. انطلقت في محافظة حمص امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2017، حيث وصل عدد المتقدمين إلى نحو 27 ألف طالب وطالبة توزعوا على 234 مركزاً. محافظ حمص طلال البرازي تفقد سير العملية الامتحانية في عدد من المراكز، مؤكداً أنه تم توفير كل المراكز والأجواء المريحة لسير العملية الامتحانية وفق الخطة الموضوعة من وزارة التربية وتأمين الجو الامتحاني الهادئ والطبيعي للطلاب من اليوم الأول. لا شك أن العملية الامتحانية هي استحقاق علمي ووطني، وتأتي بظروف فيها كل الاستقرار والأمان والمناخات الإيجابية لتنفيذ الامتحانات كما هو مبرمج لها من وزارة التربية. تفقدنا اليوم عدة مراكز امتحانية ولمسنا بأن هناك التزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة التربية، وبأن الظروف المهيئة لطلابنا الأعزاء هي ظروف مناسبة لتقدم الامتحان وفق تكافؤ الفرص ووفق إمكانية تحقيق امتحانات ناجحة. كان لنا جولة لتفقد امتحانات شهادة التعليم الأساسي، مرينا على أكثر من مركز، التحضيرات كانت كتير جيدة حقيقة. مديرية التربية بالاستعدادات التي قامت بها كانت جيدة ورائعة جدا، وأبناءنا الطلبة يقدمون امتحاناتهم بجو من الهدوء بعيدا عن القلق والتوتر، ووفرت لهم كل حالات الطمأنينة والراحة ليقوموا بالإجابة على الأسئلة بطريقة جيدة. مديرية التربية اتخذت كافة الإجراءات لكي تسير الامتحانات كما هو مرسوم لها من قبل وزارة التربية. فيما يتعلق بعدد الطلاب الذين سجلوا في هذا العام لكي يتقدموا الامتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2017 ما يقارب من 27,532 تلميذا وتلميذة، عدد المراكز 234 مركز موزعة على الريف والمدينة، هذه المراكز موزعة على مساحة المحافظة جغرافية المحافظة كاملة. فيما يتعلق بأبنائنا الطلبة الذين سوف يأتون الذين أتوا إلى مراكز الإيواء من أبناء أهلنا في بلدتي كفرية والفعة، هؤلاء الطلبة أوجدت لهم مراكز في مدينة حسياء وأوجدت لهم أيضا المراكز في المدينة، وتم تقديم كافة التسهيلات لهم لكي يتمكنوا من التقديم لامتحاناتهم. كان منيح كتير والأسئلة سهلة،
والمراقبة مضمونة، وإن شاء الله نحن مستمرين بعلمنا على طول. المراكز كتير منيحة، نحن بننكفي تعليمنا لحتى نبني سوريا بإذن الله. الحمد لله ما حد زعجنا بنو، نقول إن شاء الله ننجح مشان نعمر البلد، إن شاء الله تكون الأوضاع منيحة. أنا هي تاني سنة بقدم امتحان، مصرة كتير إني آخدها مشان كمل دراستي وصير شيء بينفعني إلي وبينفع بلدي، يعني استفاد وفيد بنفس الوقت. الطلبة أكدوا تمسكهم بسلاح العلم وبإصرارهم على تجاوز كل الصعوبات لمتابعة المسيرة والتفوق والإسهام مع كل أبناء سوريا في الدفاع عن الوطن وإعادة بناء ما دمرته يد الإرهاب.